تفضلي ثريا وادعوا لعمكم راشد. الله يعطي الصحة والعافية يا رب ويديم هذه الابتسامة على وجهك. مشكورة. الله يطمنكم عليه يا رب. اللهم جميعا. تفضلي. شيء فقط أحسن من وجهه. قلتي شيء؟ لا والله. ويل هذه ساحرة. هند لحظة شوي. إيش هذا؟ هذا نصيب جدك جوهر وأمك وأختك رحمة وأخوانك. خبي إيش فيك؟ مشكورة. وخبريهم اللي بزورهم قريب. ليش؟ بخبرهم عن سوالفك. أمزح معك. صار لي زمان ما جلست معاهم وأريد أشوفهم. وهم دايما يذكروش بالخير والله. وأنت بايش تذكريني؟ أنا عارفة إنك ماخدة على خاطرك مني. أنا؟ لا أبدا. خليني أكلم. هند المحبة من الله. ما حد يقدر يقصب أحد عليها. بس بغيتك تعرفي إني عارفة كل الضغوط اللي عليك. عارفتها ومقدرتها. بس ما أريد يدور في بالك إني أنا قاسية عليكي أو إني أغار منك. ثريا كذابة، كذابة! أرجوش لا تصدقينها. أنا ما قلت إن ثريا قالت شيء. ما في غيرها. أنا طيب إيش اللي يخليش تقولي مثل هذا الكلام؟ لأني قريت كل هذا من نظرة عيونك. أتمنى أكون غلطانة. بس تأكدي إن غلطكم أنت وثريا عندي واحد. وما أتمنى لكم إلا كل الخير. روح الحين. عمة وعد؟ أيوة ثريا. سامحيني نسيت أخبرك أن أبو المنتصر كلمك قبل وصولك. خلاص الحين أكلمه. مشكورة ثريا. مرحبا. هلا أبو المنتصر. الله يسلمك. سامحني بس كنت في المستشفى. لا بخير والحمد لله. نعم. اي نعم تكلم اسمعك. من؟ رقية؟ لا لا انا لا لا امار عليك. خلص معاها انت. انا واثقة فيك. انت تعرف ما احب اتعامل معاها ولولا اصرارك كنت
أدري إن هذا شغل، بس الله يخليك. خلي أنا بعيد. خلاص. يلا مع السلامة. عين بكت حزن وفراح. حتى أنت يا راشد جاي تفتح معي نفس الموضوع؟ أنا ما أجبرك على شيء يا الغالية، بس ما يمنع أن أطلب منك مهلة. مهلة إيش؟ مهلة سماع وتفكير. راشد قول اللي في راسك من غير هالمقدمات. الحاج على الباب ويريد أتكلم معك دقائق وبوجودي. مهلة سماع وتفكير علشان خاطر أخوك الأول. زايد وعرفناها مصلحته من زواجي بالحاج، لكن انت يا راشد ايش مصلحتك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. امر يا الحاج، بغيت تشوفني؟ انا ما بطول عليكي، بس بغيت اعرف سبب رفضك الزواج مني. اخاف اقول يزعلك كلامي، وأنا ما تعودت أزعل إنسان أول مرة أشوفه. بعض الكلام اللي ما يزعل ما يرضي يا بنت الشيخ. تقبل تكون لك زوجة بجسدها وروحها مع غيرك؟ أكذب على ربي لو قلت أني أنا ممكن أقبلك أو أقبل غيرك زوج لي. أقتل نفسي الباقية لو غصبتها عليه. إيش تقول يا الحاج؟ أقول إنك بنت أصول ومن بيت كريم. الله يخفف عنك يا وعد ويعطيك حلو الحياة. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذه نعيمة. نعم. مر عندك قيصر يا وعد؟ قيصر؟ لا ما مر. خير ايش صاير؟ اختلف مع ابوه وطرده من الشركة من كم يوم، والحين ما قادرة اشوفه. اطمني بيرد وبيتصالحوا، هذه ما اول مرة. بس هذه المرة غير يا وعد، راسه و2000 سيف انه يأدبه. انت تعرفين ليش؟ لأنه نعيمة. نعيمة أنا مشغولة الحين، بس أرجع البيت نتكلم. يلا مع السلامة. ما حد لا بارد لحد بهالبيت، حتى ما خلتني أكمل السالفة. أحسن لي أشوف ولدي وين. لا حول ولا قوة إلا بالله. Thank you.
عمي تريدني أسوي شيء؟ لا لا انتظر شوية. أبوك خرج من المستشفى؟ الحمد لله خرج يا عمي وحالته الصحية استقرت. وحالتك أنت استقرت؟ أنا الحمد لله حالتي مستقرة. باين من ريحة حلقك لمعطر المكان. أنا آسف عمي، الظاهر أني نسيت نفسي البارحة. الأكيد أنك نسيت حالة التفكير اللي عندك واللي ما راضي تستقر. عمي أنا أقول نأجل الموضوع اللي عرضته عليه حتى نطمن على صحة الوالد أكثر وبعدين ضحكتني. أنت من متى مهتم بصحة أبوك؟ عمي أنا أقول نأجل الموضوع. وأنا أقول ننساه بالمرة. يعني كيف؟ يعني سيف وتسلط على رقبتك قصب التردد، هذا ما يناسبني يا عمي. والله أنا يهمني رضاك. طيب روح وقع عند المحامي أبو الفضل هذا إذا بعده ما طلع، عقد بتأجير العمارة الجديدة عن طريق مكتبك العقاري. مشكور يا عمي، الله يعطيك الصحة والعافية ويعطيك العقل يا شداد. فرحان بتأجير العمارة، ترددت تكون مالكها. عمي انت ايش تقول؟ عمي انا سبق وقلت والحين امرت. روح عند المحامي ابو الفضل قبل لا اغير كلامي. بس ارجوك يا عمي اعطيني. خلاص ما اريد زيارة كلام، تحرك. حاضر تحت امرك. شد وترخي مع امثال شداد، اربيك اذا ما اريد مثل ما سويت مع ماجد. من يدري يمكن احتاج لك يوم. أكبر إثارة من تويوتا. يا سلام يا سلام،
تعطي رصد مثيرة ومزايا كثيرة وأفضل الصفقات. خدمة مجانية، تأمين مجاني، هدايا قيمة، والسحب الكبير على لاند كروزر على تويوتا. لقيادة سلسة حول إلى زيوت تشحيم سيرفو. سيرفو أداء عالي الجودة على الدوام من إنديان أويل. الله، المرض هم ونزاح، الحمد لله رب العالمين. اعذروني يا جماعة، ترى تعبتكم معي. ولا يهمك يا أبوي، تعبك راحة دايما. وعد، صدقني يا أختي، أنا ما شايف نفسي شيء منك. المهم أنك بخير ماجد، لو سمحتي خلينا بروحنا. إذا بتقولوا أسرار بروح. الأسرار بعرفها منك بعدين. خير عمتي، صار مني شيء ما عجبك؟ تكلم بعدين. عن إذنكم. أقرف عيونك كلام كثير. وعد، في راسي أسئلة أكثر من الكلام. وأنا أسمعك. تقابلت ماجد؟ قابلت فحلان في عز مرضي، ما كنت أشوف غيره الصور القليلة. سألت نفسي سؤال، ليش ما قد بالذات؟ فما حصلت يا رب، ونسيت السؤال. نسيته ولا تناسيته؟ ما أدري، يمكن اقتنعت بكلامك لما قلت لي دهمان وأحلم بسبب إني أفكر فيه. وعد، أنت ليش تسأل؟ لأنك ما كنت تحلم يا راشد. يعني أنت شفتي ماجد؟ لا ما شفته، بس أحس بوجوده معانا، أحس بوجود كل اللي كنا نعرفهم. ما فهمت، واضح أكثر يا واحد. ماجد طول عمره الغايب الحاضر، المعلوم والمجهول، الإنسان والشيطان. احنا نقدر نغيب الحاضر، بس ما نقدر نحضر الغايب. يا thank you.
شوف كيف هذا ما يشبع من النوم. هذا ما سوى شيء بس تقعد تحكي. لا لا بعدين امي تزعل. جهز نفسك يا شداد. تريدني أسافر معاك عشان مشروع البترول؟ صحيح، مشروع البترول تعجبني لما تفهمها على الطاير. ترى أفرح لما أسمع منك مثل هذا الكلام. بس لا تفرح كثير، أحياناً كثر الفرح يفقدنا التركيز. وأنا كل تركيزي معاك ومع المشروع الجديد. تركيزك معي؟ أنت متأكد يا شداد أن تركيزك معي؟ متأكد طال عمرك. أنت شاك في شيء ذلك؟ لو كان تركيزك معي ما كنت سكنت قيصر معك. أيوة بس إيش؟ تقدر تقول لي إيش جالس يسوي عندك؟ بس أنت طردته يا عمي. أيوة أنا طردته. من طرده؟ أنا. وين تركيزك اللي تقول لي عليه؟ الحين أنا أطرده وأنت تسكنه عندك؟ هذاك قيصر، هذاك ولدك. شفت؟ هذا انتقلته، هذاك وهذاك للبعيد وهو بعيد عني، فكيف أنت تقربه؟ وين تركيزك اللي تقول لي عليه؟ أنا توقعت إنه هذا الشيء يرضيك. لا وأنت صادق، هذا الشيء يرضيك أنت علشان ذاك المجنون يجلس عندك ويسامتك في جلساتك الخاصة. لا أظن إني أنا ما أعرف شيء. أنا آسف و... أنا أمرك إنك تطرده. بس يا عمي إذا طردته وين بيروح؟ هذا ما موضوعك. يلا تحرك والحين. صاحب المقلب ريال بعدين انا معاك. الظاهر انتم اثنين
أنا لازم آكلكم الحين من الأبداع. تعالي أحسن، هو شر، أنا بنت ضعيفة. ريان أحسن، أنا محمد طري ولذيذ. باكلكم أنتوا الاثنين. أنا باكلكم الحين. بعدك تلاعبهم بعد كذا سووا فيك؟ هذول حبايبي يا رضية، هم الابتسامة الباقية في هذا البيت الكئيب. خالي، ايش رايك تفترس صيدة كبيرة؟ صيدة كبيرة؟ ايوه. مين؟ امي. وانا باكلك انت. حبيبي. اولاد روحوا لعبوا في غرفتكم. بابا نحن قاعدين نلعب مع خالي. حبيبي خالك ما عنده وقت غير للعب، يلا روحوا لغرفتكم. مالك يا شداد؟ ايش فيك؟ قيصر شوف لك مكان ثاني تسكن فيه. انت ايش تقول؟ تطردني يا شداد؟ اكيد هذه اوامر. ما مهم اوامر، المهم تشوف لك مكان ثاني تنام فيه، وإذا تريد نصيحتي ارجع لأبوك وأمك. وفر نصايحك لنفسك يمكن بتفيدك. أنا خارج. اهدى قيصر، وين بتروح؟ لا تخاف علي يا رضية، المهم جهزي للثلج بروح اليوم. يستاهل منك قيصر اللي سويته؟ خلينا في حالنا يا رضية، هذه أوامر أبوش. أبوي؟ طيب ليش؟ قيصر عمران، معقولة؟ وينك يا رجال؟ من أيام الدراسة غايب ما شفناك. موجود موجود، أنا اطمن بخير. خير؟ وش قاعد تسوي هنا؟ والله حسيت إني أريد أجلس مع نفسي شوية، قلت أجي أبات هنا. والله صراحة في هذه معك حق، يعني الواحد يبغى له شوي يجلس مع نفسه وياخذ وقت من راحة يعني. ندخل ندخل. زين زين، تعال تعال تعال. خليه يتلته ويتبهدل، يمكن يعرف العز اللي كان فيه. انت ايش تريد يا زاي؟ هو اعتذر وانا تسامحت منك، تريده يرجع لك ذليل؟
أنا ما أريده يرجع لذليل، أريده يكون قوي مثلي. تريده يوقف ضدك؟ يوقف ضدي إذا كان هذا الشيء يخليه قوي، ومن يوقف ضدي أنا أعرف كيف أخليه معي، هو بيحفزني أخليه معي. يا زايد، قيصر بعده صغير وخروجه من البيت يخليه يتعرف على ناس يمكن يضيعوه. اللي مستعد للضياع بيضيع لأنه هو مستعد. مسكي هذا الجهاز خليه هناك ولا تصدعي لي راسي، بكرة عندي سفر. وقيصر بيرجع، تأكد إنه بيرجع. ايش تريدي مني؟ انت ما تملي من الاتصالات؟ ما ارد عليك لاني ما اريد اتكلم مع اي حد. رضية ارجوك لا تقيسي التصليب. خليني الحين. ما لازم تعرفي وين انا. خير انت الثاني. عذرا بس لو سمحت بغيت اعرف الساعه كم. الساعه كم؟ عارفين هذه الحركات. الظاهر انك فهمتني غلط. انا فعلا اريد اعرف التوقيت لان الساعه عطلانه. الساعه 12. طيب مشكور. على فكره هو الإطار هذا ناقص جدا عليك. شوف الظاهر انك ما اخذت بالك منهن او انك مشغول بشيء اهم. عسى خير. وانت ايش يعنيك؟ لا ابدا. وعموما انا ابديت رايي واسف اذا فضولي ضايقك في شيء. لا ابدا، بس انا اللي شويه من فعلي. هذا شيء طبيعي. طبيعي؟ ما فهمت. انا لما كنت في مثل سنك كنت امر بمثل هذه الحالات اللي احيانا ما اعرف لها سبب، بس لما اهدى كل الامور ترجع طبيعي. اما انت غريب، تكلمني وكانك تعرفني. انا تسعدني معرفه امثالك. ممكن توصلني لآخر الشارع، هذا إذا ما مشغول أو عندك مال. تطمع، ما عندي لا شغلة ولا مشغلة. تفضل.